وجوه تسيبوا بحال الطوير على برا. هذا ماشي قانون هذايا. عطيوه المهله والسيد يسال لك الملك خصو يجي عندي باش يتفاوض معايا. اللهم من هذا منكم. شنو هاد المصيبة هادي؟ ولكن القانون كيعطيك تلجأ للمسترد ديال التعويضات بالقانون. يا سيدي قول له يجي عندي وتفاوض معايا. يجي عندي هاد السيد هاد المسترد هادي يمكن ديرها في المحكمة. ماشي لا في المحج كتقول. لا شنو عند وكيل الملك نشوف شنو المشكلة هادي. إذا شنو المسترد اللي عتبع؟ واش كاين شي حل؟ نعم. المشكلة اسمح لي. الملك مول الملك الجديد مول الملك الجديد. هو اللي منوض هو اللي منوض هذه العدلية. ماشي هو الملك الجديد من اللي ملك جاء القرار من رئاسة مجلس البلدي بأن الدار أيضا السقوط. يا سيدي هذا الشيء تخدم تخدم بالمال. هذا الشيء تخدم بالمال. إذا الرئيس صبر المال. صبر المال واللي فوق منه واللي فوق منه هذو اللي كاينين. حنا ما خصناش نسيتي باش تسمح لي كيفاش قال لك الرئيس. حنا ما خصناش كيفاش قال لك الرئيس حنا عا كنسني أنا عا سنيت ما انتبهتش عا سنيت كيفاش قال لك الرئيس قال لك ليلك. لا لا ما قاليش لي لي انا ما شفتوش كاع انايا انا زعما الناس اللي كاينه جات اللجنه وعندنا شي تصريح ان هاد البنايه هادي ماشي ايلا الصوره عندنا تصريح اللجنه وي كياكم بعد هنايا دروش ما عندوش الحق واخا نينو فريد كنخلص الضرائب ما تقدر ولكن ما عندنا حق شنو هي الوضعيه اللي عندك ديال التحملات اللي عندك ديال العمال وديال الطراحيه وديال شنو عندك خصني غير نجلس معاك نهار انا قلنا باختصار نهار نجلس معاك انا باش نوضح لك المسائل ديالي ملي كتبدا السنه وانا كنخلص دابا هي مجال ضريبه ديال السنه عاوتاني كبيره ومنين غنخلص انا الضرائب مليا كتساني 4 مليون ديال المراجعه ها هي باقا مكونسيه تما نمشي عند الرئيس قال لي ما حدا كتعطل ولا كتجي